بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم استعمال السواك للصائم ومعجون الأسنان في نهار رمضان، وهل يجوز بلع الريق للصائم؟ الحمد لله. بالنسبة للريق، نعم، للصائم أن يبلع ريقه، لكن ألا يتعمد ذلك وأن لا يجمعه ثم يبتلعه. لكن إذا حصل وغلبه الريق، مثلا كان هناك ريق في فمه وبلعه، لا شيء عليه، لا شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لاستعمال السواك وفرشاة الأسنان، الراجح من قول أهل العلم جوازه قبل الزوال وبعد الزوال. وقلت الراجح لأن هناك مسألة خلافية عند بعض العلماء، أنهم يجوزون السواك قبل الزوال، وأما بعد الزوال فيكرهونه، يكرهونه للصائم، وهذا ليس عليه دليل. وما ورد من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. ولذلك الصائم قبل الزوال وبعد الزوال يجوز له أن يستعمل السواك وفرشاة الأسنان. وبالنسبة لفرشاة الأسنان يحتاط، لأن المعجون له جرم، وأيضا قد يكون له بعض المعجون له نكهة قوية فيلفظه. مجرد أن يتمضمض، يعني مثلا يستعمل الفرشاة مع المعجون، يتمضمض ويلفظ الماء مباشرة، وأيضا ينظف فمه من بقايا معجون الأسنان حتى لا يضر صومه.